يعطيكم العافية شباب. نكمل اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع البريديكيت اللي تكلمنا فيه المرة السابقة بإذن الله. تكلمنا ووصلنا لفكرة البريديكيت على أساس أنه هو propositional function، مش هيك؟ تكلمنا عنها هي propositional function. فكpropositional function بقدر أسميها capital P، هذه البريديكيت سميناها of X، وX هذا هو الفاريبل تبعنا أو الأوبجكت أو ممكن يكون السبجكت حسب الإكسبريشن اللي موجود عندك. زي لو افترضنا P of X هي equal to إيش؟ X greater than 7، أكبر من 7. ففي الحالة هذه لو قلنا P of 3، P of 3 هيك بهذا الشكل اللي هي أصبحت فيه كاملة أصبحت proposition. ليش؟ ببساطة لأنه اتفقنا قبل هيك قلنا أنه إذا كان بقدر أعطيها value، صحيح؟ logic value أو truth value، إما false أو true، واتفقنا على هذه النقطة برضو. مش بالضرورة truth value معناته هي لازم تكون true، يا ترو يا فولس. انا بقدر اقول انه هذه هي فولس. ليش؟ لانه بعوض بالاكس بالقيمه تاعتها اللي هي 3، فحاجه انه 3 greater than 7 اكيد فولس. مجرد كلمه فولس معناته هذه صارت بروبوزيشن، يعني اكسبريشن واضح كامل كومبليت ثوت. طيب بي اوف 8 برضه بنعوض، 8 اكبر من 7، اكبر من 7، فاذا ترو. ما دام قلت ترو فهي بروبوزيشن اصبحت، خلص بطلت بريديكيت. بريديكيت معناته ما زال فيها بنسميه فري فاريبل، ما زال فيها متغير حر مش معطى قيمه، تمام. لكن لما نقول مثال زي هالمثال اللي لعنا، اقول بي اوف 3، بي اوف اكس 3 و5 ل اكس بلس واي جريتر ذان 7، في الحالة هذه برضو بقدرش أقول عن بعد ما عوض أنه صح ولا غلط. ليش؟ لأنه هتصبح كالتالي X زائد 3 أكبر من 5، فهذا معناته X أكبر من 2، لكن أنا مش عارف X، فأنا مش عارف أقول صح ولا غلط. لا احنا عارفين X واحد عشان أقول عليها غلط، ولا عارفين X هي 5 عشان أقول عليها مثلا true. فإذا حتى الآن هذه مدام بدون values بنقدر نقول عنها إن هي not proposition، يعني predicate. إيش predicate؟ propositional function، معناته propositional function. طيب لما أقول P 3 2 4 بنعوض، حاجد إنه ها والله منطقية مع المعادلة، حققت المعادلة، فبقول true. مجرد كلمة true معناته هذه proposition. نفس الفكرة 2 4 8 is false، لو عوضنا هنجد انه ما حققتش المعادلة، فاذا هي false. مجرد كلمة false معناته ان هي proposition، لان انا قدرت احكم عليها. ما دام حكمت عليها فاذا هي بالنسبة لي اعطتني فكرة، الفكرة هذه اما صح او خطأ. اوكي، وبرضو اخذنا ختمنا المحاضرة الماضية بالاكزامبل هذا لما قلنا ممكن يكون عندي اكتر من متغير، واخذنا P of X, Y and Z، وقلنا X gave Y the grade Z. صار في عندي 3 databases، 3 databases او قاعدة بيانات. في عندي قاعدة بيانات ل X، وهذا هو المدرس، مجموع المدرسين اللي بيعطوا العلامات، صحيح. ومجموع، في عندي database خاصة بالطلاب، هيها، وهذه خاصة بالطلاب نفسهم، معناته قاعدة البيانات تحت مجموع الطلاب المسجلين المساق، اللي مسجلين المساق مجموعهم قديش؟ 50 60 70، في النهاية كلهم بدهم يكونوا عبارة عن داتابيز موجودين هنا، كل عنصر لحاله، كل اسم لحاله، كل رقم جامعي لحاله، ممتاز. That the grade اللي هو gave y the grade z، z هذه حتكون هي هالأربع خمس خمسة grades اللي متفق عليهم، ممتاز جدا، اللي هو A و B و C و D و F، مش هيك؟ من الراسب للمقبول للجيد، جيد جدا، ثم الممتاز. هدول محكوكين وفيش فيهم مشكلة، بنحطهم داخل array، بس بدي أعرف إنه الأري هذا هو database أصلا، هي database. وبعد ذلك بنعرفهم، بناخدهم وممكن نعمل combination كامل، بمعنى إنه كل المدرسين مدام هم بيدرسوا والطلاب موجودين داخل القاعدة البيانات، معناته كل مدرس لازم يعطي لكل طلابه علامات، لازم يعبي لهم علامة زد هذه،
لابد أن تتعبى علامة الزد. ففي الحالة هذه بنقدر نقول إذا given عندي X مايك Y ماري و Z A جريد A، فتصبح الجملة كأنه بقول مايك gave ماري the grade A. أنا مجرد دخلت بس البيانات، وهذا اللي بيصير معنا كمدرسين. أنا باجي بلاقي قدامي أرقام جامعية، الأرقام الجامعية هي هذه من وين اجت؟ من واي، من قاعدة بيانات واي. فكل طالب مسجل هو element داخل قاعدة البيانات هذه، واللي حنسميها لاحقا فضاء العينة. في عينات واي هذه بده يكون لها فضاء عينة، اللي هم مين الواي اللي مسموح له أعطيه درجة؟ اللي مسجل فقط. اللي مش مسجل هيجيني يا دكتور بدي درجة، طب اسمك مش نازل عندي، كيف أعطيك درجة؟ هي مش فكرة انه انا بدي يعني من عند انا بديش اعطيك درجة، بس هي الفكرة انه انا عندي قاعدة بيانات، انا ملزم في البرنامج كأستاذ اكس، تمام، وانا لازم اصلا اكون موجود ضمن اكس، وإلا معناته مش انا اللي بقدر اعطيك العلامة، في غيري بيعطيك علامة، لكن لازم اكون انا ضمن اكس وانت تكون ضمن واي عشان اعطيك احد علامات زد اللي هي اي بي سي دي واف. تمام، كويس. هذا اللي انا خلاني ارجع للمثال هذا، انه في حاجه اسمها قاعده بيانات، في حاجه اسمها يونيفرس اوف ديسكورس، فضاء العينه. فضاء العينه اللي بدنا نختار منه المتغيرات، عندي مجموعه فاريبلز اللي هم اكس واي زد، تو كانوا من وين اختارهم اكس واي زد؟ فهدول حيكونوا موجودين في حاجه اسمها يونيفرسز اوف ديسكورس، فضاءات العينه بصفه عامه، حنسميها يو دي على طول مباشره، اللي هو يونيفرس اوف ديسكورس. كلنا عارفين انه هذه يعني حاجه مميزه جدا، اني اكون من الاول عارف هم مين الاليمنتس اللي مسموح لي اتعامل معاهم، فطبيعي جدا مهم جدا في البريديكيت، ما دام انا بتعامل مع بريديكيت والبريديكيت بروبوزيشنال فانكشن، نحط كذا خط تحتها، معناته انا بدي اعرف من وين اختار او اعمل بيكس اختيار لقيمه اكس هذه، من وين بدنا نختارها؟ فلا بد يكون معرف لي على الأقل فضاء العينة اللي بدي أشتغل فيه، هي مش مفتوحة هيك اختار إكس من أي مكان في الدنيا، لازم أكون عارف مين القاعدة البيانات اللي بدي أخذ منها قيمة إكس. For example، لو أخذنا مثلا P of X هي عبارة عن إكس زائد واحد أكبر من إكس، معادلة بسيطة جدا وسهلة وفيش مشكلة. هذه بكل وضوح باينة انه انا بدي اتعامل مع قاعدة بيانات، قاعدة بيانات بصفة عامة حقول الناتشورال نمبر. ناتشورال نمبر اللي هي الارقام من صفر تو ايش؟ تو انفينيتي. تو انفينيتي بتبدأ من صفر. الريال نمبر من ماينس انفينيتي تو انفينيتي، من ماينس انفينيتي تو انفينيتي. فاذا الفرق بينهم هي جزء النيجاتيف بس. الناتشورال نمبر الارقام الطبيعية بتبدأ من الصفر تو انفينيتي، لا ما لا نهاية. كويس، في الحالة هذه بقدر اقول انه هذه اختزلت لي عدة معادلات، هي عبارة عن صفر، هيني بديت بالناتشورال نمبر صفر، صفر زائد واحد أكبر من واحد and واحد زائد واحد أكبر من واحد and اثنين زائد واحد أكبر من اثنين and ثلاثة زائد واحد أكبر من ثلاثة and طب لأمتى؟ to infinity. هل منطقي أني أكتبها هيك to infinity؟ فعشان هيك بنختصرها في معادلة بهذا الشكل وخلصنا. الآن بضل المهم جداً بعد ما نحط المعادلة نعرف اليونيفيرس اوف ديسكورس، اكون عارف بالضبط اليونيفيرس اوف ديسكورس من الى، من قديش لقديش، من قديش لقديش. في هذه اهمية انه يكون في عندك فضاء عينة، فضاء العينة. الان فضاء العينة هذا اللي دعيناه كأنه فضاء عينة، واللي هو كل قيم اكس الممكنة في المعادلة او الممكن تطبيقها للمعادلة. المعادلة مين؟ الـ P of X اللي هي الـ predicate. الـ predicate. اوكي. الآن داخل universe of discourse هذا، وعشان نحدد الـ universe of discourse بصفة عامة احنا بنتعامل مع أكبر مجموعة ممكنة من الأعداد اللي هي الـ real number. هذه أكبر مجموعة ممكنة من الأرقام أو من الأعداد، من الأرقام الممكنين. فالـ real number من minus infinity to infinity بالفراكشنز اللي فيهم، هذه أكبر مجموعة من المجموعات الرقمية اللي بنتعامل معها. أحياناً محتاجين داخل الـ universe of discourse نعمل محددات. كيف أعمل محددات؟ يعني أقول والله في عندي لجنة ثقافية بدنا نختار مجموعة من الكلاس تبعنا يشارك فيها.
طب مين هدول اللي بدي اختارهم؟ حنقول والله كل طالب معدله نفترض فوق 90. كلمة فوق 90 هذه أنا عملت كوانتيفيكيشن، فأنا صار في عندي كوانتيفاير. الكوانتيفيكيشن هذه اللي هو التحديد من اليونيفيرس اوف ديسكورس، متفقين في يونيفيرس اوف ديسكورس في فضاء عينة، بس أنا بدي أطبق المعادلة على جزء منهم أو على كله، على كلهم. أقول بدي أدخل علاماتي آخر الفصل لمين؟ هذه للكل، ما فيش مجال للكل. فحنعرف تو كوانتيفايرز، محددين للإكسبريشن، للإكسبريشن تبعنا. الاثنين هدول هي فور أول و ذير إكزيست. ففي عندي الأولى فور أول بهذا الشكل، كلمة أول بس قلبين حرف الإي، ذير إكزيست من إكزيست بس عكسين حرف الإي. فبنفهم منها إنه الأولى هذه بنسميها فور أول، فبنسميه يونيفرسال كوانتيفاير، المحدد الشمولي أو الشامل اللي هو بيشمل كل فضاء العينة. أنا حدخل درجاتي آخر الفصل لمين؟ لكل الطلاب. فلما بدي أجي أعبر عنها حكتب for all x، for all x آخر الفصل بدي يكون لهم درجات في المساق مدام ما زالوا موجودين ضمن فضاء العينة اللي هو database y، قاعدة البيانات أو university of discourse y. تمام، فبنكتبها for all x b of x is true أو holds. فإذا مطبقة لكل قيم x b of x true. لاحظتوا كيف؟ طيب، فهذه معناها انه for all x in the universe of discourse b holds أو applied. فهي applied، خلص مطبقة، طبقناها على كل العناصر اللي موجودين داخل universe of discourse. طيب ال e اللي هي there exists، هذه عبارة عن exists موجود، وعكسنا وقلبنا، عكسنا هنا قلبنا وهنا عكسنا حرف ال e، فصارت هي النوتيشن اللي تعبر عن their exist. فبنقول existential quantifier، المحدد الوجودي، المحدد الوجودي. ايش معناها المحدد الوجودي؟ معناته يوجد عنصر على الاقل يحقق المعادلة من داخل الـ universe of discourse، على الاقل يوجد واحد يحقق المعادلة على الاقل. خلينا نقول their exist x، خلينا نقول earns of a grade a in this course. صح صح، هو مش كلكم حتحصلوا، لو اخذ مش كلكم حتحصل على a، وفي نفس الوقت على الاقل في واحد بده يحصل على a. فاذا هنا بقولش for all، بنقول there exist. معنى ذلك there exist مش معناه انه واحد فقط، واحد او اكثر، او الكو او كله، أو كله، ما هي there exist برضو. أنا كل اللي بهمني at least، طب ما for all هي at least برضو. كويس؟ فإذا بتيجي التعبير هذا أنه يكفي واحد على الأقل حقق لنا الإكويشن. فهنا there exist x be such that b of x is true. فهنا بتصير معناها there exists an x a in universe of discourse such that b of x is true. فهنا بدنا نقول إيش يعني there exist، معناته one or more أو one at least، بمعنى أنه حتى لو وصلت أنه كله ماشية بتضل اسمها there exist، فيش مشكلة. تمام، نبدأ في واحد واحد منهم وناخد أمثلة عليهم. لو أخذنا مثال الـ parking spaces at Ayo Gaza أو Ayo G، اللي هو الـ parking spaces المواقف إيقاف السيارات، أنتوا بتشوفوا مليانة في الجامعة. فلو افترضنا انه هذه هي فضاء العينة تبعنا، جايين الصبح وفي عندي مفروض داتابيز، الداتابيز هذه بتحدد لي اماكن ركنة السيارات، وقفة السيارات، الباركينج، وبدنا نعبر عنها بالفور اول مثلا. فممكن اقول لو افترضت انه اليونيفرس اوف ديسكورس تبعي هي كل الباركينج سبيسز، هذه فضاء العينة اليونيفرس اوف ديسكورس في الجامعة، والبي اوف اكس اللي هو البريديكيت تبعنا اكس از فول، اكس از فول. الان لو قلنا فور اول اكس بي اوف اكس، بي اوف اكس اللي هي ايش؟ فول. طيب فور اول معناته كل الاكسات
مليانه. طب الاكسات مين؟ كل الباركينج سبيسز. يعني كاني رياضيا اعطيت اكسبريشن لغوي انه كل الاماكن الباركينج في الجامعه الاسلاميه مليانه. هي معناها ما دام كتبت فور اول فهنا اصبحت بروبوزيشن. فالكوانتيفاير ايش عمل؟ ربط الفري فاريبل، بدونه هذه نوت كوانتيفاير. نوت كوانتيفاير معناته ان هي نوت بروبوزيشن، لكن بمجرد اني ربطتها فور اول او ذير اكزيست معناته اصبحت كوانتيفاير للبروبوزيشن، عشان يوديني لبروبوزيشن. تمام، فاصبحت اوتوماتيكلي بروبوزيشن. ليش؟ لانه اصبحت الجمله كالتالي: all parking spaces at Ayu Gaza are full. طب هذه اعطت معنى، اعطت معنى واضح، واضح تماما، وهذا معناه انه بروبوزيشن. ما دام اعطتني معنى يعني خلص معناته شوف لك مكان خارج الجامعه، خارج الباركينج سبيسز تحت الجامعه، هاي معناها. تمام كويس. ممكن طبعا يعبر عنها بكذا طريقه: every parking space at Ayu Gaza is full. كل مكان باركينج في الجامعه الاسلاميه هو مليان، برضو مصطلح اخر، لكن في جميع الاحوال فهمت منه معنى. فاذا هو بروبوزيشن رغم انه ربطته بفور اول بس، يعني انا قلت لكل القيم، مجرد قلت لكل القيم اصبحت بروبوزيشن خلص. او for each parking space at Ayu Gaza that space is full. القصد انه في لها معاني كثيرة تعبر عن نفس المعنى، انا بهمني المعنى الرياضي for all x p of x على طول بتعطي معنى الشمولية اللي هو universal quantification. طيب there exist او existential quantifier لنفس المثال، لو بدل ما نكتب for all كتبنا there exist x b of x برضو صارت بروبوزيشن. ليش؟ لانه حتعطي معنى، برضو حتعطيني معنى. المعنى كيف بده يصير؟ حصير كتالي some بعض some parking space at Ayu Gaza is full، بعض الباركينج سبيس مو فل في الجامعه الاسلاميه، وبعضها الاخر فري، بعضها الاخر فري. معناته انه لا، ادخل دور على الفري حتلاقي فري، دور انت نصيبك ممكن تلاقي فري. طيب there is a parking space at Ayu Gaza that is full، او ممكن نقول انه يوجد داخل من الباركينج سبيس في الجامعه الاسلاميه فل، يوجد، ما قلتش صم، قلت يوجد بعضهم محجوز ماشي، والبعض الثاني بعرفش، ادخل بالسياره ودور لف اعمل لك لفه. تمام، او at least one parking space at Ayu Gaza is full، على الاقل واحد. فالقصد انه الاكسبريشنز كثيره وكلها معناها انه على الاقل يوجد واحد او بعض السبيس الباركينج سبيس مليانه، وبعضها الاخر ما اعرفش. خذوا بالكم بعرفش ليش، لان there exist ممكن تشمل for all. احنا قلنا at least one، طب يمكن كله، مش ممكن كله، ممكن كله. تمام، الان there exist والfor all هذولا عملوا لي bound variables، بمعنى المتغير قيدناه، قيدناه اما بالشمولية او بمين؟ there exist بالصم. ففي الحالة هذه بدنا نعرف شغلتين: هل ال variable free ولا bound variable. في الحالة هذه p of x احنا بنقول عنها هي لحالها هيك، p of x هي free، لانه انا قلت p of x و x متغير وما حددتش اي شيء يربط للمتغير هذا، فيش اي شيء يربط للمتغير، هو x وبس. طب مين x هذا؟ ما قلت لكش. طب ايش اليونيفرسال ديسكورس تبعه؟ ما قلت لكش، ما قلت لكش حاجه، هي x وبس x. فاذا هي free variable x، هذا معناه انه x undefined، غير معرف، وما دام غير معرف فبضل مسميها predicate. بريديكيت كمان مرة هي معناها بروبوزيشنال فانكشن، فهي ظلت ماخذة صفة الفانكشن ان هي دالة فيها متغير. تمام، الكوانتيفايرز either for all or there exist operates ك ايش للاكسبريشن، بحيث انه one or more free
variables bending، بتعمل له تقييد. ففي الحالة هذه بصير في عندي تقييد من خلال الذير اكزيست أو الفور اول، وهذه هي وظيفتها أصلا، إنه تحول لي من فري لباوند فاريبل، لا متغير مقيد، مقيد بجزء معين. فالجزء هذا بقدر أعبر عنه بلانجوج اكسبريشن، واللانجوج اكسبريشن بنقدر نفهمه، وما دام فهمته بقدر أقول تري أور فولس، وما دام بدي أقول تري أور فولس أصبح بروبوزيشن، وما دام بروبوزيشن فهي أصبح باوند فاريبل، لأنه بطل فري، بطل undefined، مش هيك؟ لا، هو صار له defined، أصبح defined، أصبح defined. طيب، وين وصلنا؟ أوكي. To produce expression have one or more bound variable. فلإنتاج one أو أكثر من ال variables تصبح bound variables بنستخدم ال quantifiers. نستخدم ال quantifiers. For examples، نأخذ أمثلة على هذا الموضوع. لو قلنا p of x and y هيك لحالها فيها اثنين free variables، شير x و y، وأنا ما حدد لكم إيش لا إيش هو x ولا عملت لكم أي quantifier إلها، ونفس الكلام y، y ما حددتش عند أي quantifiers لإلها، فبتضل free، ممكن تاخد أي شيء، لا أنا عارف هي all ولا هي there exist ولا هي ضمن boundary محددة ولا عاملها limitation ولا عاملها أي حاجة، فهي free والاثنين هنا حيكونوا free. طيب، for all x p of x and y، في عندي two variables، واحد منهم free، مين هو؟ y ضلت free، وواحد أصبح one bound variable اللي هو x، x ربطناه فضلت الفري y والbound x. المثال الثالث p of x where x equal to 3، هنا أصبح إيش؟ طريقة تانية أو another way to bend x، لتقييد x بطريقة تانية، أن أحط له قيمة محددة من الأول، رايح راسه حط له نفسها قيمة خلاص. فإذا p of x، ودير بالك x بيساوي 3، يعني كأني قلت p of 3 p of 3 وخلاص وانتهى. فإذا هنا أصبحت واضحة تماما، أنا بتكلم عن proposition، فالإكسبريشن تبعنا هنا أصبح مين؟ zero free variables، وما دام أصبح في zero free variables معناته proposition، فيش أي متغير مجهول undefined. اللي فوق هذه ما زالت predicate not proposition، ليش؟ لأنه اللي عندي الآن why undefined، هو مش معرف، فما زالت not proposition. طيب، هاي تكلمنا عنها. فإذا إذا كان الإكسبريشن تبعنا هو zero free variables، فبقول عليه bonafide proposition أو actual proposition. bonafide بمعنى أصلي أو غير زائف، معناته أصلي فعلا، هو free variables. free variables معناته كله defined، مدام defined يعني بقدر أفهمه، ومدام بقدر أفهمه بقدر أقول true or false، يعني proposition. تمام. فكل expressions ب one or more free variables هي still predicate، يعني كأنه propositional function، فهي ما زالت دالة معتمدة على متغير، ما زالت حتى الآن هي function معتمدة على متغير. ف for all x p x and y، هذه مثال لإلها، ما زال في y free، y ما زال free. تفضل ماشي، هيك هي undefined غير معرفة بالضبط. طب وكيف يعني انت توي انت قلت لنا هيك هيك proposition؟ لا هيك مش proposition. امتى بتصير proposition؟ هيها لاحظ، for all x اصبحت proposition. طيب there exist x ل p of x اصبحت proposition، ليش؟ في المثال اللي احنا خدناه كنت بقول p of x، والp هي عبارة عن الـ space is full، مش هيك؟ الـ parking space is full. في الحالة هذه أنا ما عنديش وصف لـ x بدون الـ for all، ما عنديش، فبقدر أقول إيش؟ x is full. أنا ما قدرتش أحدد قديش
كله ولا نصه ولا ربعه. لكن لما بقول for all ضفت لها الجملة هذه، الفور اول هذه مطبقة على مين؟ على اكس اللي هو المتغير. المتغير حددته فأصبح not free، هو bound أصبح. ليش؟ لأني حددته وقلت for all spaces are free are full، فهنا حددت أن كل الباركينج سبيسز مليانة، خلاص صار لها معنى. غير لما أقول X is full، X is full أنت حتى أنت ما فهمتش مني إشي، هي مليانة ولا مش مليانة ومين X هذه. لكن لما أقول لك for all X بمعنى كل الباركينج سبيس are full، هتفهم أنه معناته كلها مليانة. ما دام أنت وصلتك المعلومة فهمتها على طول صارت بروبوزيشن. هي واقفة بس على إعطاء الجملة معنى. بالضبط بالضبط، الكمبليت ثوت للجملة. إذا الإكسبريشن عندك وأنت بتطلع عليه لقيته واضح بالنسبة لك بتقدر تقول true or false، فهي بروبوزيشن انتهى. في متغير ومش عارف تعرفه undefined بالنسبة لك، لا not proposition. فهي نفس الفكرة تو لما كنا نتكلم بدون الكوانتيفايرز، هذه undefined، لكن بمجرد ما حطيت لها كوانتيفايرز لا أصبحت معرفة. هنا بقول there exist أو some parking spaces is full، بعضهم مليان. طب هاي اعطتني معنى وبتنكتب في اللانجوج عادي، فيش مشكلة يعني بنتقبلها. طيب لما يكون في عندي nesting quantifiers زي مثلا في اليونيفرس اوف ديسكورس، افترضنا انه اليونيفرس اوف ديسكورس هو البيبل، وافترضنا انه البريديكيت تبعتنا ال هي لايك like، هي الفانكشن لايك like. وهذه واحده من الفانكشنز اللي كتير حنتعامل معها لانه شويه بنسميها الريجولر، هي ملهاش قانون محدد، ملهاش حاله محدده بقدر احطها ضمنه، فعشان هيك كتير بنستشهد حنستشهد فيها هي وبعض الفانكشنز اللي ممكن نستعملها لقدام في الريليشنز. فخلينا ناخذ الريليشن لايك بحيث انه البريديكيت ال فروم x to y هي عبارة عن انه x likes y، x likes y. طب في الحالة هذه هيك بهذا الشكل هي predicate ولا proposition؟ predicate. predicate. انا مش معرف، قلت هيها شوف الجملة كيف طلعت x likes y. طب هو مين x ومين y؟ هل هم كل xات؟ هل هم sum of x؟ هل ال y طيب اللي وقع عليها الفعل اللي هي الاوبجكت بالنسبة لي، هل for all كل y ولا جزء من y؟ فيش شيء. فاذا هي ما زالت predicate with two free variables، فاذا predicate. طيب لما اقول there exist y l of x and y، هذه معناها ايش لما اجي اترجمها؟ there is someone، هاي someone كويس، whom x likes، فيوجد بعض الوايات اللي هي بعض الناس اكس بفضلهم، بس ضلت الجملة غامضة لانه اكس معرفتش. كويس اتليست ما وان، بس انا اكس معرفتش، يعني كأني بقول في بعض الناس اكس بفضلهم. طب استنى هو مين اكس؟ معرف ليش اياه، فانا معناته ما فهمتش لسه هو مين اللي بفضل مين، هو مين اللي بفضل مين معرفتش. فاذا ما زالت حتى الان فري للإكس باوند للواي، وفي الحالة هذه ما زالت بريديكيت. لاحظ تعريفنا حتى الآن، هنا عرفتها بريديكيت، هنا عرفتها بريديكيت. طيب لما نقول for all X there exist Y L of X and Y، فهنا على طول for all معناته every one، every one has someone whom they like. اوكي جملة كاملة وفيش فيها أي متغير، فيش اي متغير موجود فيها، وقد تكتب في اي كتاب وانت ماشي، قد تكتب كحكمة، حتى هتلاقيها بوست نازل على الفيس، هتلاقيها متقبلة كجملة هيك مكتوبة، بتتقبلها وبتتعامل معها بشكل عادي جدا ومضلش فيها فري. فهالوقت ايش بدي اكتب هنا؟ اكتب بريديكيت، بريديكيت زي هدولة؟ لا، هكتب بروبوزيشن with a كم free variable zero. طبعا لازم يطلع زيرو هنا. فالان اختلف تعريفنا، بطلت بريديكيت بريديكيت زي ما كنا كاتبين في الحالتين الاولانيات with zero. طيب مثال، ناخذ مثال
ونشوف وين بدنا نروح في المثال تبعنا. هل في عندي realize برضو من الأفعال أو من بديش أقول أفعال، أفعال هذا لما بتكلم في اللانجوج اللي بنتكلم رياضيات بدي أقول relation، بدنا نسميها الآن relation، واحدة من relations اللي حنستخدمها في الماث وإحنا ماشيين. إذا قلت R of X and Y هي عبارة عن X realize upon Y، بمعنى إنه X يعتمد على Y، الاعتمادية أو الاتكالية خلينا نسميها بشكلها السلبي مثلا. فهذه إكسبرس المطلوب مننا نعمل إكسبرس the following of in unambiguous English. فإذا بدنا نعرفهم مجموعة الجمل اللي جيانا هذه الفولوينج فورمولا unambiguous، بمعنى ambiguous لحالها غامض، فunambiguous بشكل واضح، فبشكل واضح كلغة إنجليزية. الآن for all X there exist Y ل R X and Y. في البداية for all دائما بنعبر عنها everyone. فإذا everyone realize upon someone شيك، هاي there exist لل Y everyone we has someone to rely on. أوكي ماشية. أو ممكن نقول everyone realize on upon someone، كل واحد بيعتمد على حدا في هالدنيا، كل واحد فيش حدا زي ما بيقولوا بيعتمدش على حد. هاي معناها إنه كل واحد هو في حدا حواليه، قد يكون واحد أو اثنين أو بيعتمد على كل اللي حواليه، المهم إنه someone. أوكي الثانية لاحظوا إيش اللي عملناه، عكسناها. بس المفعول به حنبدأ فيه في الأول، فالجملة أصبحت indirect، حنتعامل معها كمفعول به في البداية، فحنبدأ بال there exist. فهينا بدأنا بال there exist. There is someone يوجد البعض اللي الكل بيعتمد realize upon، بيعتمد عليهم بما فيهم هم نفسهم، بيعتمدوا على نفسهم كمان. فإذا يوجد بعض الأشخاص اللي الكل بيعتمد عليهم، هاي معناها يوجد بعض الأشخاص الكل بيعتمد عليهم. الثالثة عكسنا الآن الكوانتيفايرز للمتغيرات للفاريبلز تاعونا. فالذير اكزيست أخذناها للإكس والفور أول أخذناها للواي. لاحظوا الكبيرة اللي بتيجي في الأول هي اللي يبدأ فيها جملتك، بتبدأها فيها. فسمون على طول هتبدأ أكيد هنا بإيش؟ Someone realize upon everybody. مدام الفور أول هيدا بتيجي للمفعول به فبنقولش everyone، بنسميها everybody. تمام؟ أوكي صارت for rely on أو upon everybody، يعني كأنه يوجد بعض الأشخاص بيعتمدوا على كل اللي حواليهم، بيعتمدوا على كل الناس اللي حواليهم. فهنا حكتبها كالتالي there is someone، سيبك من هدولة، هذه مجرد جملة وصفية للناس هدولة، يعني ممكن أي حدا يوصفها بطريقة تانية. هنا الكتاب وجد أنه الناس اللي بهذا الشكل اللي بيعتمدوا على اللي حواليهم ومريحين مكبرين دماغهم وقاعدين بس بيعتمدوا على اللي حواليهم، هذا needy person، هو ناس محتاجين أو شخص محتاج. فthere is someone ممكن احنا نقوله خلص عشان تختصرها، ما بدناش نقعد نحفظ مصطلحات، ممكن نقول someone وخلص تريح راسك. Who realize upon everybody. واضحة وخلصة جاهزة. هيا يوجد بعض الأشخاص بيعتمدوا على كل الدنيا اللي حواليهم، على كل الناس اللي حواليهم. اوكي اقرأوها براحتكم. طيب نعكسهم صارت for all why، فإذا everyone هتبدأ هنا ب everyone. فإذا يوجد everyone بعض الناس يعتمد عليهم، فإذا كل الناس لاحظ إيش معناها، يعتمد عليهم، لأنه الفور أول إجت لوين للواي للأوبجكت مش للسبجكت، للأوبجكت معناته كلهم يعتمد عليهم من بعض الناس، صح؟ الآن مدام فهمت المعنى اكتبه بالطريقة اللي بتعجبك، بس فهمنا المعنى فور أول واي، واي هذا المفعول به، هذا الأوبجكت، فإذا
فور اول او ايفريون. ايفريون مفعول به يعتمد عليهم من someone. تمام، اكتبها عاد بالطريقة اللي بتعجبك. everyone has someone who relies upon، صحيح؟ فإذا كل واحد يوجد بعض الناس يعتمد عليهم، يعتمد عليه، يعتمد عليه في الآخر. الأخيرة واضحة، for all for all، يعني هذه أسهل شيء، شيك. everyone relies upon everybody، everyone و everybody، خلاص الاثنين كلهم مع بعض، فبسيطة سهلة فيش فيها كتير تعقيد، بما فيهم طبعا أنفسهم، يعني برضو بيعتمدوا على أنفسهم باعتبار أن هم أصلا كأنفسهم هم جزء من الـ universe of discourse، هم جزء من الـ universe of discourse. تمام، أوكي. ما زال في بعض الـ conventions أو التوحيدات اللي بدنا نتفق عليها في الرياضيات نتعامل معها فيما يخص الكوانتيفايرز. نبدا باليونيفرس اوف ديسكورس اللي ممكن نعمل له ريستراكشن زياده او قيود زياده، نعمل له قيود زياده، زي اني اقول فور اول اكس جريتر ذان زيرو. فاذا انا مش استخدمت الكوانتيفاير بس، لا، واستخدمت كمان معادله تربطه اكتر اللي هي اكبر من صفر. فإذا أنا أتكلم الآن مش عن بالمطلق كل إكس الإكس، لا، عن الإكس اللي أكبر من صفر، اللي أقل من صفر غير مشمولة، مع أن أنا عامل فور أول، مع أن إحنا عاملين فور أول. فإذا في مجال أني أستخدم أعمل ريستريكشن أكتر، تقييد أكتر للكوانتيفيكيشن أو للكوانتيفايرز اللي بنستخدمها، زي فور أول إكس أكبر من صفر، فبي أوف إكس إز ترو. كتعريف بنقول for all x that are greater than zero، فقط اللي أكبر من صفر، كل من هو أكبر من صفر بيحقق لي p of x. تمام، ونفس الكلام في there exist، عفوا في there exist. هنا هذه لما بدنا نيجي نفكفكها، لو بدي أحطهم هذول ال two quantifiers بشكل واضح نفصلهم عن بعض، كأني بقول for all of x greater than zero implies p of x. فإذا لكل قيم x إذا x أكبر من صفر إذا b of x is true، صح؟ لاحظ كمان مرة، لكل قيم x إذا، فأنت دخلت في الـ if then، إذا x أكبر من صفر ف b of x is true. عشان هيك في الـ for all بنستخدم implication، نستخدم الامبليكيشن. طيب في there exist، there exist x greater than zero b of x is true، ففي الحالة هذه كأن there is an x greater than zero such that b of x is true. نكتبها كالتالي، there exist، يوجد x، لاحظ يوجد x هو أكبر من الصفر ويحقق b of x. لازم يكون في and هنا، ليش؟ لأننا نتكلم عن there exist يعني واحد. طب ما هو ممكن يكون واحد أكبر من صفر وواحد تاني تماما بحقق الـ P of X، صح؟ احنا ما قلناش for all، احنا بنقول there exist، يكفي at least one. الـ one هذا ممكن يكون في عندي فعلا عنصر واحد هو أكبر من صفر وفي عنصر واحد بحقق P of X، بس ما زبطوش مع بعض. طب عشان أضمن إن هم يزبطوا مع بعض وجملة تكون صحيحة، معناته اللي أكبر من صفر لازم يكون هو نفسه اللي حقق P of X، عشان أقول there exist، يوجد عنصر أكبر من صفر حقق P of X. فمعنى معنى ذلك لازم الاثنين مع بعض، الشرطين مع بعض، عشان هيك حنربطهم بأند. وضحت؟ لازم يرتبطوا هنا بأند، لابد. فإذا ممكن يكون عنصر واحد فعلا يحقق لي ان هي اكبر من صفر، وعنصر واحد يحقق لي الـ P of X، بس مش نفس العنصرين، واحد في بداية الـ universe of discourse وواحد في نص الـ universe of discourse، مش مختلفين عن بعض، لا، انا بدي اياهم عشان اقول انه فعلا there exist واكبر برضو من صفر واكبر من صفر، فعلا احقق كلمة واكبر من صفر. فالوا بنحطها and، لازم تكون واضحة كand لقدام، بتكونوا فاهمين الخطوتين هدول، بحيث انه لما تجيكم for all على طول انت بتعوض مكانها ايش؟ there exist،
عفوا implication. لما تجيك there exists بتعوض مكانها and. خدوا بالكم هتجينا امثله كتير لقدام باي لوجيك بدك تفكر فيها وتختصر او عفوا تحط الكوفلنت لإلها عشان تكمل باقي سؤالك. فهينا فهمناها من الان تالي واضحه ومنطقيه. هذا لازم يكون and there exist ولازم يكون implication للفور اول. ضلكم ركزين فيها هنحتاجها لقدام، مش بالضروري اليوم في محاضرتنا بس لقدام في المحاضرات القادمه. طيب برضو بدنا نتعلم اكثر عن البيندينج او عمليه التقييد. لما اقول فور اول اكس ذير اكزيست اكس اوف بي اوف اكس، لاحظ انه تو كوانتيفاير لنفس الفاريبل، لنفس الفاريبل. اكيد طبعا ما لهمش معنى، اكيد مش حيكون لهم كثير معنى. واحد لازم يختصر الثاني. انا هنا عملت ذير اكزيست بي اوف اكس، خلص الفور اول بطل لها معنى، ما لهاش معنى. ليش كمان ما لهاش معنى؟ لانه ذير اكزيست هي بتشمل الاول، صح؟ اكيد ذير اكزيست احنا قلنا ات ليست 1 او كل، فاذا اكثر شموليه. فمعنى ذلك انه هذا المعنى هيك بهذا الشكل هو معناه كاني بقول ذير اكزيست بي اوف اكس بس فقط، ما لهاش معنى انك انت تقول لي كله وبعضه بحقق بي اوف اكس. طب لا، احنا بدي جملة شاملة للاثنين، بنفعش بعضه اكثر واقعية لانه بعضه ممكن تشمل فور اول، ممكن تشمل فور اول. تمام، فخلص هذه معرفة الاكس للبي اوف اكس تبع ذير اكزيست وبس، فاصبحت الفور اول ملهاش معنى. طيب الثانية، الثانية هنا كيو اوف اكس، هذه اللي جاية بعد الاند او الكونجنكشن، كونجنكشن كيو اوف اكس. لاحظوا البريوريتيز للاقواس، اولويات الاقواس. فمعنى ذلك انه فور اول هنا للبي للاكس تاعت البي فقط، هذه اوتسايد الكوانتيفاير، خارج الكوانتيفاير. فاذا بالنسبه لي الان هنا هذه نوت بروبوزيشن. ليش نوت بروبوزيشن؟ لانه الاكس هذه اوكي فيش فيها مشكله، bound variable مربوطة، لكن الاكس تاعت الكيو هي فري، هذه ما زالت فري، ما دام فري not proposition، not proposition. واضحة؟ برضو ما زلنا بنتعامل ضمن اولويات الاقواس، ما زلنا بنتعامل ضمن البريوريتيز تاعت الاقواس. فاذا الاكس الثانيه هي طبعا هنا المقصود بالفاريبل اكس اللي بتكلم عنها هي الاكس الثانيه بتاعت الكيو اللي هي is outside of scope of the for all quantifier. فاذا اتفقنا ان هي not proposition. طيب في الحاله هذه اكثر واقعيه بتصير اني اقول for all x p of x and there exist q of x، هذا quantifier وهذا quantifier وهذه x غير هذه، الاكس اللي هنا غير الاكس اللي هنا تماما غير بعض. يعني لو في سؤال في حاجه بدك تعمل حسابك انه ممكن يكونوا مختلفين تماما عن بعض، هذا تعريف وهذا تعريف، التو اكسز هذول مختلفين عن بعض. فاذا في الحاله هنا هذا ليجل ومنطقه جدا ومفيش فيها مشكله، بس بدنا ناخذ بالنا انه في عندي تو ديفرنت اكسز، عندي تو ديفرنت اكسز او تو فاريبلز. تمام كويس. الكوانتيفايرز نفس القصة، بنقدر نتعامل معها كتعريفات ونفكها ونستخدمها لاحقا في البروفينج اللي حيكون لمحاضراتنا القادمة إن شاء الله تعالى، لأنه ممكن تصلني تجيني بهذا الشكل وبدي أعملها بروفينج، بدي أفكها. لما نفكها كلنا عارفين إنه فور أول معناته إنه بي أوف إكس هذه هي بي أوف واحد أند بي أوف اثنين and بي اوف 3 بي اوف 4 بي اوف 5 لما اخلص اليونيفرسال سكورز كامل، بدنا نكون عارفينها اند 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 اند، لانه فور اول معناته كله الاول وثاني وثالث و و و و و و كله و. طيب اما لما بقول ذير اكزيست يكفي واحد، ف الكونجنكشن كافيه، الاور كافي. فاذا بي اوف اي او واحد او بي اوف بي اوف بي او بي اوف سي او لما نخلص كل يونيفرس اوف ذا سكورز. فاذا فور اول
نربطهم ب and there exist، نربطهم ب or. هذا الكلام منطقي جدا، ومنه ببساطة جدا بتقدر نستنبط انه for all x p of x هو equivalent ل negation there exist x negation p of x. مين اللي قال الكلام هذا؟ دي مورغان. دي مورغان بيقول لنا هذا الكلام بكل أريحية وبكل بساطة وما فيش فيها أي مشكلة إطلاقا، لأنه بتعمل هنا double negation. في مشكلة تعمل double negation؟ هي ضلت. طيب double negation هذه لما تيجي تفك هذه وتقول إن هي عبارة عن b of a and b of b and so on بهذا الشكل، هيها دخل negation من التنتين هدول عليهم صارت negation p of a or negation p of b or وكمل، صح؟ هايدي مورغان. فاذا هذا الصيغه هذه الان اصبحت there exist لانه or، بس there exist لمين؟ لnegation البيز هدول، معناته صارت negation بيز للإكس. الإكس الآن شملت لنا الـ A والـ B والـ C والـ D والـ كله، رجعنا شملناها، والنيجيشن الأولى ضلت زي ما هي برا، ما مسكناهاش، هي ضلت برا. إحنا واحدة منهم اللي دخلناها على القوس وغيرنا الكونجنكشن لديسجنكشن وبس، فضلت اللي برا برا. أوكي، ونفس الكلام طبعا من لمين؟ لذير إكزيست. الأور بتتحول لأند، فإذا إثباتها فيش فيه كتير مشكلة، واضح وضوح كامل. اوكي، بعض القوانين السريعه البسيطه، لما بقول فور اول اكس فور اول واي مش هتفرق مين قبل الثاني، مين قبل الثاني مش هتفرق، زي بالضبط في الجمله انت عاملها دايركت ولا اندايركت، الجمله بس مبنيه بشكل دايركت، السبجكت الفيرب الاوبجكت ولا عكسهم، الاوبجكت مقدمه على السبجكت، هاي الفرق الوحيد. تمام، there exist there exist برضو نفس القصة، مين قبل مين؟ subject والobject، مين قبل التاني بفرقش، مدام الquantifier ثابت واحد، الquantifier ثابت واحد for all. وناخد بالنا الآن من priorities للأقواس، for all شامل القوس كله، معناته كأني بقول for all x b of x and for all x q of x، غير المثال تبع توي. كويس، نفس الكلام there exist، نفس الفكرة، بقدر أقسم الـ there exist بسهولة مدام الـ there exist هي مشمولة شاملة القوس كله. فهي ناخد بالنا من الأقواس، الأقواس هي اللي حتعطيك رؤية أو السكوب للـ quantifier تبعها. في حال كانت X مختلفين أني إكسات، إذا كانت كل واحدة لحال فمعناته مش ضروري X يكون نفس الشيء، صحيح؟ انت بتتكلم هنا، خلينا عشان نركز هنا. تمام. هنا مالها فور اول اكس هنا الطرف الثاني هنا، الطرف هنا. انت حكيت انه يكون في كل واحده لحال مش ضروري الاكس تكون متساويه. تمام تمام. طب ضربتها هنا على فرض لا هنا ثابته، لانه انت اصلا بايدك فككها، انت اللي فككها، فانت الان معرف ان هم ثابتين، لكن اذا اجتك من الاساس بهذا الشكل بده يكون عندك معلومة مسبقة هم نفس الإكس ولا مش نفس الإكس، لازم تكون معروفة عندك مسبقا هل هم نفس الإكس ولا مش نفس الإكس. في الآخر بتبين إن هم مش نفسهم إذا كان فرضنا مثلا هنا there exist وهنا for all، معناته التعامل هنا مختلف عن التعامل هنا، بس هنا for all for all. كل اللي بهمك إنه X هي universe of discourse اللي حيفرقهم عن بعض طبيعة البريديكيت نفسه. شو البريديكيت بالضبط؟ لايك ولا ريالاي اون ولا ايش بالضبط طبيعته؟ الكيو هنا مختلفة عن البي، لكن توزيع الكوانتيفاير للكل بنفس الالية فور اول للبي الاولى للبي وللكيو. الاقواس هي البريوريتي، هي اللي بتعطيك البريوريتي بالضبط وبتعطيك مفهوم الفكرة تبعتك بالضبط. تمام؟ فهنا هي عملية التوزيع اللي بنتكلم عنها. بنكمل المرة القادمة إن شاء الله تعالى عشان نعرف كوانتيفاير جديد وننهي فيه محاضرتنا المرة الجاية إن شاء الله. يعطيكم العافية.